بس أنا هيك بحبي حبيت مثلاً بدي أروح الحمام بروح هيك بحبي حبيت. أول ما شفت حكمت تفاجأت قلت هذا معك ما حدا يستضي يجره. ثاني يوم جيت صرت أجره وتعرفت عليه. بحب أدفش بحب أخذ مشاوير كمان بس يكون معاه الجوال وبيلعبنا عليه. أفضل تعمل معي جنسيته جويبة مثلا لما يكون ولدي عايرني بشوف عبد الله بس شوف عبد الله بروح أقتله. في ولاد بيتشاكوا بيقولوا له الكرسي معاك كرسي مسلول وأمرات بيقولوا له معاك أخوات هذا شيء غلط. أوكي بسمعهم بروح أقتلهم.